بسم الله. الزرار في برنامج الأرشيكات هي مهمة جدا على أساس إن أنا أطلع صورة شكلها حلو في الثلاثية الأبعاد، فعشان أتحكم فيها بروح لكام فيو 3D فيو أوبشن 3D ويندو سيتنج. أنا بشوف المحرك اللي أنا هشتغل عليه، ممكن يكون عندي أكتر من واحد، أنا الأوبن جي إل وده كويس مفيش مشكلة. ممكن ألغي حاجة مثلا، مكنش أنا مثلا عايز الكاتشر، مش عايز اسمه السيرفيس. لو انا عندي مشكله في الهاردوير اكسبلوريشن 3 دي ممكن اقول له اجنور، بحيث ان انا ما اعتمدش عليه. هنا بيقول الويند سايز ان بكسل كام في كام، كل ما بتكبر كل ما الصوره بتبقى اوضح. الشفافيه في 3 دي، هل انت عايز تشغلها ولا لا. السان شادو ممكن اقول له انا مش عايز سان شادو خالص، تمام، او اشغلها. تمام، هل اخليها في 2 دي بس، في 2 دي و3 دي، ولا في 3 دي بس اللي هو الهوت سبوت؟ تمام. طيب انا عايز اتحكم في اتجاه الشمال، تمام، فمن اوبشن اجي هنا بروجكت بريفرنس واقول له سيت بروجكت نورث، ده اتجاه الشمال عندي. ممكن الف اتجاه الشمال مثلا لناحيتي، تمام، الاقي ان الظلال اختلفت. طيب تعالى نشوفها تاني، تمام، ده اتجاه الشمال اللي احنا لسه محددينه، هقول له خلي اتجاه الشمال ناحيتي، تمام، هتلاقي ان الظلال اتجاهها اختلف. طيب دلوقتي عايزين نعمل سان ستادي على الظلال اللي موجودة، فاجي من دوكمنت كرييت في ايمج واقول له كرييت سان ستادي، تمام. بيقول لي السورس بتاعك 3 دي ويندو، الفوتو ريندر ويندو هيبقى يوم ايه، السانست هيبقى من يوم ايه، هتبقى من الساعة كام للدقيقة كام، تمام. ممكن اقول له ايه شو، وبعد كده اقول له سيف لو انا عايز احفظها. بيعمل لي دراسة لحركة الظلال خلال اليوم او خلال السنة زي ما انا عايز.